واحدة ست عندها عيل صغير كده ابنها، وناس غلابة مش لاقين ياكلوا ضنك قوي معاهم، فبعتت الواد يشتري لها عسل اسود. الواد خد القرش وراح البقال، قال له: عم عبده، عم عبده. قال له: ايوه. قال له: لا، لو سمحت اديني بقرش ساق عسل اسود. فاداله عسل اسود في الطبق، ماسك الطبق وماشي في الشارع عيل صغير، قال: اخد لحسة من العسل. اتاري العسل ده مغشوش، اللي ياخد منه لحسة يعمل خد لحظة وروح لأم البيت. الله، أما الحي ياما، أنت اديتيني قرش وطبق ورحت عند عم عبده البقال، قلت له اديني قرش عسل، اداني العسل وأنا ماشي في الشارع باخد منه لحظة، لقيت نفسي بعمل كده. واللي جابت أمه قالت: يا لهوي، الراجل غشاش، وريني يا واد العسل كده. خدت لحظة، يا نهار اسود، يا خرابي، ده صحيح ابو محمد، اصحى يا راجل، قوم يا منيل، الواد ابنك بقال ضحك عليه. قام جوزها: ايه يا وليه؟ قلت له: الواد راح يجيب عسل، خد منه لحسه، لقيت نفسي بعمل كده. قال لي: انا ما صدقتك، شوف بنفسك. قال لي: انت اتجننتي، وريني كده. يا نهار اسود، ده فعلا. يلا واد تعالى، هات امك، هروح على الاسم تشوف الراجل البقال النصاب الغشاش من الكلب ده. راح لشويش: طبعا الخير يا جناب الشويش، مراته الحقنا يا اخويا الواد، انا ماليش دعوه يا انكل. ايه يا جماعه الشويش في ايه؟ قال له: جدع ورينا. الشويش خد لحظه، قال: يا خرابي، يا لهوي، يا حكومه، دي زيطي، دي زنبليطي، عالصول قدامي، عالصول هو اللي هينجدني. دخل عالصول: صباح الخير يا فندم، الست دي جابت الواد وابوها وجم قالوا لي نعم عبده بقال داهم عسل، اللي ياخد منه لحسب يعمل كده. الصول قال له: احترم نفسك يا شاويش، انت هنا في مكان عمل بتمثل وزارة الداخلية، وريني العسل ده. خد لحظة، فين البيه المأمور؟ راح المأمور: صباح الخير يا فندم، الصول جالك دخل عليا لقيته بيعمل كده، خد عسل جابه نعم عبده بقال الواد امه ابوه، انا معذور لا مؤاخذه يا حضرة المأمور. المأمور قال له: احترم نفسك، احترم نفسك وخليك مهذب، وريني العسل ده. خد لحظه، يا خرابي، اوام، يلا يلا البوكس البوليس، هاتوا وزير الداخليه. لموا بعض وخدوا البوكس وراحوا على البقال قدام عم عبده البقال. بقى المأمور: يا كلب يا حيوان، انا هربيك، اقبض عليه، هاتوا حطوه في البوكس كده يا راجل يا دون، تستعبط الواد كده برضو يا عم عبده، يا جبان يا حيوان. ده الاب البقال: ايه يا جدعان في ايه؟ قالوا: العسل ده مغشوش، واللي بياخد منه لحسه بيعمل كده. قال لهم: وروني كده. خد الطبق وخد لحسه طويله قوي وقال لهم: ده مش من عندي.